كثير دائما مستضيف عبر رحلاتنا الصباحيه فرق تطوعيه كان لها دور بالتكافل الاجتماعي وكانت عم تحاول ترسم البسمه الصغيره على وجوه الناس. اكيد نور، يعني قديش مهم اليوم نحن كمان نترك اثر ايجابي بالحياه بانه نحن نكون سبب فرحه شخص، ضحكه طفل، نساعد اي محتاج بدون مقابل، واكيد هذا الشيء عم بيكون من خلال العمل التطوعي والمشاركه بالاعمال الانسانيه والخيريه اللي بتساهم بتكاتف المجتمع وزياده اواصر المحبه والموده بين الناس. اليوم مشاهدينا رح نتعرف على فريق مجد التطوعي 2020 وجمعة خير والعديد من الأنشطة اللي عم يقوموا فيها اليوم بشهر رمضان. ضيوفنا لليوم غالية الطباع مؤسس فريق مجد التطوع 2020، أهلا وسهلا فيكي. أهلا. ومحمود صواف إداري بفريق مجد التطوع. أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. رح نحكي مع المؤسس بالبداية. خلينا نحكي بشهر الخير عن جمعة الخير، شو هي، كيف بلشتوا فيها، كيف عم تكون التحضيرات؟ ولما نقول خير يعني شيء كتير حلو اليوم خصوصا بشهر رمضان المبارك. هلا اول ما بلشت القصه على اساس نحن نعملها جمعه خير، انه يوم كل يوم جمعه اربع مرات نروح على الريف حوالين المدينه ونطبخ. فساويناها بعدين جمعه خير لانه عن جد كان فيها خير من اول جمعه، صار عندنا سبت واحد واثنين، يعني ما عادت بس يوم الجمعه. والحمد لله بلشنا نتنقل، يعني حلاوه المطبخ تبعنا مو انه ثابت بمكان جوات المدينه، نحن بنروح على الريف ومنلحق العالم من مكان لمكان بنتنقل. عم يكون العدد كبير، يعني عم تحاولوا يكون المطبخ يوصل لعدد كبير من الناس. الحمد لله واصلين يعني ان شاء الله ل 20,000 شخص حسب اللي نحن عاملينه. وبتعرفي يعني نحن بفتره الحرب يعني كان في شيء، خلينا نحكي الامور بصراحه، في شيء بين الارياف والمدن نوعا ما صار في شيء، فنحن حابين انه دائما نقرب من الريف تبعنا. نرجع يعني هلا صرنا بمرحله فيها خير، فيها سلام، عم ترجع تفتح الابواب مره ثانيه، فدائما الواحد يخلي عينه على الريف تبعه، نهتم فيهم، نحبهم، نكون واقفين جنبهم دائما. صحيح اكيد. بدنا ننتقل عندك محمود، يعني اليوم اي مبادره او فعاليه او مساعده هي بحاجه لاليه تنظيم للعمل، اليوم انتم ضمن فريق مجد التطوع 2020، شو هي اليه التنظيم العمل المتبع عندكم؟ الحمد لله نحن صباح خير. اول شيء يمكن بالوقت الحالي نحن اكثر فريق منظم. منظم كعنا فريق تنظيم، فريق تنسيق، فريق تجهيز، وحتى فريق للطبخ. هذا منضم الجزء. شو الآلية اللي عم تتبعوها اكثر اليوم؟ آلية التوزيع انت بتقصدي؟ انه مثلا عندنا قوائم، مثلا كل منطقة عم نفوتها، مثلا احنا بلشنا اول شيء بالقابون. نحن فريق اختار انه ما نجيب العالم لعنا، لا، نحن بناخذ الاغراض ونحن نروح لعند المناطق المحتاجة اللي بدها دعمنا مثل ما بيقولوا. بلشنا بالقابون، انتقلنا بقى من القابون لحرستا، من حرستا لمديرة، حمورية، مسرابة، رجعنا طلعنا لقدسية، شبعة، في منطقتين ثانيات غابوا عن بالي بالوقت الحالي. بلشنا احنا بقى توزيع طبخ وتوزيع وجبات. تمام. انتوا عم تحاولوا يعني تكونوا حاضرين بكل الاماكن وهذا الجميل بعملكم اليوم. خلينا نحكي، هذا السؤال مفتوح لكم انتوا الاثنين، عن اهميه العمل التطوعي اليوم في سوريا. يعني مع بدايه الحرب في سوريا كان هيدا الشيء ملموس على الارض، الشباب السوري بكافه فئاته كانوا موجودين بكبروا القلب وبيعطونا امل انه بكره قديش ممكن بايديهم يكونوا احلى. العمل التطوعي خلال سنوات الحرب ويمكن هلا بالكارثه الاخيره اللي تعرضنا لها للاسف كان في شغل كثير حلو، في تكافل اجتماعي، في شباب موجودين على الأرض عملوا فزعة كتير كبيرة، فهذا يمكن صار مزروع يمكن بدم السوري اليوم. خلينا نحكي عن أهميته معك غالية ومعك أكيد. طيب أنا قبل ما نحكي على أهمية العمل التطوعي بدي بس أرجع أتشكر فريق التنظيم بفريق مجد يلي هن عن جد جدا جدا تعذبوا معنا هذا الشهر. أكيد واحد واحد لو فينا كنا نجيبهم كلهم. ريم ودانيا ومحمد، ويعني ما حأنساهم كلاتهم اسم اسم. هن فوق العشرين واحد، شفيق وكل الشباب الله يعطيهم ألف عافية. طريقة تنظيمهم كان يكون في شيف والمساعد تبعه يكون مثلا هن ينظموا مثلا المهام الشغل بين بعضهم وبعدين يصير التوزيع. بالنسبة لأهمية العمل التطوعي قديش حلو أنه يكوني أنت إلك علاقة ببناء بلدك. يعني صحيح صار أشياء كتير مو حلوة بالعشر سنين اللي قبل، بس هلأ تخيلي أنه كل فرد هو مسؤول عن الجاية، عن المستقبل الجاي. فيعني العمل التطوعي هو بيحسسك أنك أنت شريكة ببناء المستقبل تبع بلدك، وهذا واجب علينا يعني بشكل عام. أنا بحس كمان زائد الراحة النفسية. حكيت ما أنت قلتي أنه قصة الزلزال هي الحمد لله احنا كنا يعني بالاول بوادر بسوريا كانت عن طريق فريق مجد فزعة شباب سوريا. نحن اللي كنا قائمين فيها كفريق مجد. وسبحان الله هي قصه جمعه خير
هي طلعت من ايام الزلزال وكملت فيها يمرق الزلزال على خير وسلام. احنا كفريق او كنا اول فريق جاهز بقصه رمضان بالوجبات اللي عملناها والشغل اللي اشتغلنا فيه. أكيد. يعني غالية، بما أنه حكينا عن أهمية العمل التطوعي، خلينا نحكي أكثر عن أهمية الدعم اليوم والتشبيك مع الجهات الرسمية. قديش مهم اليوم؟ مع مين عم تشبكوا كمان؟ هلا نحن اكيد عم نخبر وزاره الشؤون بكل شيء احنا مسجلين عندهم على المنصه. عم نشبك مع جهات حكوميه ومع جهات غير حكوميه، يعني كل مره مثلا حدا بيقدم لنا مثلا منتزه تعالوا اطبخوا عندي، مثلا بلديه اتسيا تعالوا اطبخوا عندي، يعني كل مره عملنا شركاء شكل، ودائما عم يكون في دعم من الناس العاديين. يعني صراحة لما ينقصنا بالمطبخ مثلا سكينة القطاعة تلاقي الجيران كلاتهم نزلوا ساعدونا، عمته بعتت لنا الحلة، استأجرنا مدري، يعني انه بتحسي القصة بده يساووها العالم فعلا، انه بتحسي انه بدهم يعملوا خير كل واحد. انا بدي شارك بشيء بأبسط شيء موجود عندهم، هذا الجميل. يعني تماماً. يمكن رز بازاليا مثلا، بازاليا من بيته واحد صحيح. من الفريزر نقصنا جاب، يعني شفنا هي الحالات بالكارثة الأخيرة تعرضنا، في ناس كانت تقسم المونة تبعيتها، وهذا الجميل. خلينا نحكي اليوم عن عملية التشبيك، يعني عم نشوف جمعيات ومبادرات جدا كبيرة واسعة على الأرض، بس بنعرف يعني عمل الخير كتير حلو، أياد الخير موجودة، لكن نحن موجودين بغلاء اقتصادي، يعني حصار اقتصادي وغلاء معيشي متزايد ما عم يوقف. يعني اليوم لما تقدروا توصلوا لعشرين ألف بنسبة معينة من المال، بكرة يمكن ما بتقدروا بهي الكمية توصلوا يعني لهيدا العدد. فخلينا نحكي عن عملية التشبيك مع الجمعيات المبادرات الأخرى، مع ناس كتير يمكن ما بتحب تذكر أسماءها، أكيد نوجه لهم تحية فرفرد. أي حدا جيم سين إذا عم تسمعيني بقول لك شكرا جيم سين كلهم كتير حلو اليوم عمل الخير، قد ما عم تشتد عم تلاقي الأيادي البيضة ممدودة لعمل الخير، وما بيرضوا يقولوا إنه هنن، عم قلهم بالعكس العالم مثلا تستفزوا ناس غيركم لحتى يرجعوا يعطوا عالم تانيين. لا ابدا لا هذا حلو اليوم ترند، واحد اذا بده يعمل شيء بتلاقي عم يجيب ويصور، لا بالعكس بيصوروا الزلمه هيك بوش طبعا بعطيه الكيس صار بس لقطه مثلا اصلا كم يوم في طبخان اصلا رز مثلا كمان كان لسه ما معنا شويه ماده نجيب فيها من الفريق، دقينا فلان كيفك انه بدي منك رز، قال لي كم شوال؟ قلت له بدي اثنين، اللي صاروا عندك. لو بتجي قال لا بتذكر اسمي ولا بتقول شيء، هدول عن روح ابي. خلص. عن جد. ثاني يوم كمان شخص ثاني كمان نقصنا ماده، ايه كيفك؟ إيه خلص كم واحده؟ مثلا تنتين، ابعث لك خمسه، بعث لنا خمسه. التشبيك بخفف ضغط عليكم شوي، يعني التشبيك بعمليه مثلا جمعيه حرستا ما فيني ما اشكرهم، مثلا جمعيه حرستا، جمعيه كذا، بتعطوا تطبخوا بمطبخنا، نحن من الغاز، انتم منكم المدري شو، يعني كثير. وفي جمعيه ثانيه نسيانه مين كمان ساعدونا، يعني دائما التشبيك بيقويكي اكثر. بس بنفس الوقت بيناتنا معلش على الهواء، بس بيناتنا بكل العالم عم تشوفنا يلا، انه حكومتنا انه لازم مو بس يعتمدوا على المجتمع الاهلي انه تضل عم بتنفذ هدول الأشياء. قولي نحن كفريق تطوعي ما في علينا كتير مسؤولية مثل جمعيات أو مؤسسات كبيرة، بس إنه لازم يكون في حلول تانية غير المجتمع طبعاً الأهلي للمدة طويل عم تحكي. أكيد هذا بنضم صوتنا لصوتك. أكيد حكونا أكثر عن المطابخ اليوم بشهر رمضان، وين موجودين؟ شو عم تقدموا؟ كبسة مندي. شاكريه، عملنا شاكريه مع الموزات يعني تبع البيت، عرفتي يعني بتذوقيها يعني طبعا احنا فريقنا بياكل من الاكل اخر شيء، فاكلنا كثير بنحاول انه يكون يعني بيشبه البيت. اي تماما. وين موجودين؟ باي محافظات؟ طبعا اول المطبخ خربطنا بكم شغله، يعني خبصناها بالرز بصراحه، يعني ما عم تشرف عليهم صح؟ لا والمسؤول عمره البيت عمره شيء 40 سنه المسؤول المشرف، وقتها ما شفنا غير وقف على زاويه ماما تعي ساعديها، قد لحق اجت امه ركض وعن جد شو لذيذ، نوجه له تحيه لتمام كمان ولوالدته يعطيهم الف عافيه. معنا شيف بعدين صار يعني شيف بروفيشنال، وكمان حتى هي الصبيه اللي كانت عم تشتغل كثير شاطره وعامله ريمي حبيبه قلبنا. بس يوميتها بتعرفي اول مره ما لنا عارفين جايبين رز البيت لنطبخ فيه، وتا لازم تجيبي الرز الطويل يعني صحيح جمعيات يعرفوا بس حفظناها تبع كل كاسه رز كاستين مي هي حفظناها. يعطيكم الف عافيه، يعطي قلبكم يا رب وشكرا. اكيد. طب خلينا نحكي بالمستقبل شو النشاطات بعد جمعة خير؟ يعني هلأ نحن مقبلين على أعياد، فأكيد في أجندة وفي خطة عمل حاطينا، والأعياد متتالية، يعني في عيد بعد شهرين كمان في عيد، يعني دوبكم تاخذوا نفس وتعملوا أجندة جديدة. هلأ عندنا أول خطة هي يوم الجمعة هي بعد بكرة إن راد الله حنكون بريف حما، وعندنا خطة اثنين هي ليلة القدر إن شاء الله حنكون متواجدين بمكان ما. شو رح تعمل؟ بالشام. عم نفكر نعمل سيخ شاورما. في حدا عم يسألنا بس عم يقول لي بيعطشوا العالم، بس يعني كان نكمل وجبات السحور ليلة القدر وبالعيد ان شاء الله كمان مجهزين ثياب ونراد الله على بحلو
كم رح نتوزع ان شاء الله؟ ثياب حلوين بالمحافظات المنكوبه ولا هون؟ لا هلا هون ان شاء الله حيكون بالريف وعم ندرسها نطور حالنا لبراد دمشق. قدموس مثلا هلا عندنا بالقدموس عندنا بحمام الريف ومصياف ومصياف هدول ان شاء الله الاخر 10 ايام برمضان. عن جد ندعي كل العالم كمان ينتبهوا. يعني انا ليش عم اقول لك مثلا نحن عندنا مطبخ شغال بجبله لهلا ما وقف الحمد لله. هلا نعمل يشبكوا كمان مع جسور. بس الارياف لما تحكوا ريف مصياف وريف القدموس هي الارياف يعني المنسيه يجب تمام نحن هيك عم نقول دول العالم. مع انه شو في وقت الزلزال ما حدا حوانا غير الارياف مثلا ركضوا كل الناس يلي بجبله كله على الريف تبعهم تحبوا عن ضياعهم عند كذا. فقد ايه لازم ندير بالنا على هالمناطق الحلوه الجميله ببلدنا يعني. يعني غالي يمكن حلوة صحيح كتير. بنهاية الشهر الماضي بشهر آذار كان في عندكم نشاطات وفعاليات بزيارة الأطفال لمرضى السرطان، خبرينا عن هذا الموضوع. تماما رحنا على بسمة تعرفنا على الولاد. يعني هو طبعا شيء مؤثر بس بنفس الوقت بتتعرفي بتتعلمي انه الطفل يمكن عم قد شو عم يتوجع ما عم يقدر يرقص مثلا. احنا فريق عم نحاول يعملوا لهم عم نقول لهم لا تعملوا حركات بايديكم حاطين السيروم الولاد. قالوا لا خلينا بالعكس نحسسهم الجو. تطلعي انه قديش بدي اتعلم منك انه عم يقاتل عم يحارب. ونحن بتلاقي بعمرنا شباب بيادوا بيكتئبوا بيسكروا باب الاوضه انه صحيح. ما في ظروف شغل ما في مدري شو. وبتلاقي ولد بهالعمر متعلق بالحياه وعم يقاتل باظافيره وبسنانه بده يفوق هذا بتحترميهم. فقدمنا لهم نشاط قدمنا لهم هدايا قدمنا لهم شجر. نحن طبعا ما عم نحاول ما ننسى هدفنا الاساسي كانه فريق زراعي فريق بيئي انه هدفنا اشجار. بس ما شاء الله عنا بسوريا. لا بس الحلو انتم عم تكونوا متواجدين يعني انتم آنيين يعني شو الحدث بيتطلب معكم عم تكونوا موجود. هذا جميل صحيح. يعني للاستمرار نزرع بالارض وبالانسان. يعني لما ما فينا عم نزرع بالارض نزرع بالناس خير محبه ذكريات حلوه دعم نفسي. يعني خلينا نحكي معكم هذا الحكي كثير حلو. الضغوطات اللي بتواجهكم والصعوبات شو هي اكثر شيء؟ يعني ممكن نحن عم نحكي عن وضع اقتصادي بنعرف قاسي وضع مادي على الكل. فكتير يمكن من المادة بعتقد بتواجهكم بتوقفكم شوي انه عن هيدا الشغل بترجعوا وتاخذوا نفس طويل لترجعوا تكملوا من اول وجديد. شكرا على هالكومنت اللي قلتيها. هلا نحن فريق تطوعي نحن بصراحه يعني ناس كتير دغري. يعني نحن اذا حدا مثلا بيجيب لنا هذا مثلا شو بدي اجيب لكم جيب لنا اللحمه مثل ما هي من عند مثلا كذا ونحن بناخذها بنعطيها للعالم. نحن ما بحق لنا قانونيا انه ناخذ تبرعات غير من رفقاتي من عيلتي من العالم اللي بنعرفهم. الشغله الثانيه انه ما عندنا القدره انه نستاجر مقر. يعني انت بتعرفي انك تستاجري بيت بهذا الوقت كتير صعب. اما نحن بدنا نستاجر مقر من وين عرفتي حتى اقدر استاجر مقر الاجار هلا ارقام خياليه صحيح. يعني عم تحكي بورصه فالجانب الاقتصادي احيانا بيوقف بوش كثير شغلات. بس مثل ما قلتي التشبيك نحن ما عندنا مشكله اللي بده ياخذ فكرتنا ياخذها. يعني بنتصل لجمعيه اقوى منا انت مثلا الخال ابو عصام مثلا اذا وقعنا شيء مره انه ساعدنا انه شو خرج نعمل عنا هيك شغله مثلا اكيد بنوجه لهم اكبر من ادراكنا انه شو نساوي مثلا نروح عند جمعيه سوريا بتجمعنا. عندنا كثير جمعيات اصدقائنا وبنحبهم كثير فبيساعدونا اكيد يعني بيحتوونا جيلنا صحيح. غاليه ومحمود شكرا كثير لكم لوجودكم معنا وبالتوفيق لكل الفريق. يعطيكم الف عافيه وبنشوفكم ان شاء الله بالعيد ان شاء الله مع كل مناسبه وشغل أكيد. حلو اكيد رح تكونوا موجودين ضمن صباحاتنا والوقت معكم بسرعه. فتحيه لكل فريق عملكم وشكرا كثير لكم. شكرا لكم وصباحنا غير على الاخباريه عن جد. اهلا وسهلا فيكم نورتونا. اهلا وسهلا.